10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المناظرة الكبرى. الإخوة الأخوات المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الجلدة، حياكم الجلدة وبياكم، وجعل المسبح العظيم مثوانا ومثواكم. وبعد، اليوم يوم الحاقة، يوم الصاخة، يوم الفصل، يوم القارعة، يوم تقترع فيه الحجة بالحجة والسيف بالسيف، يوم يحق فيه الحق ويبطل فيه الباطل. اليوم موعدنا وموعدكم مع المناظرة الكبرى، أهم مناظرة في القرن 21، مناظرة تعود بنا قرونا، تذكرنا بما حدث بين النمرود وإبراهيم. يقف على الجانب الأول من ساحة أرض هذه المعركة المقدسة المباركة سيد الأولين والآخرين، والمبعوث بفضل من الجلدة رحمة للعالمين، فدا لعينيك هذا اللحن والوتر، وقل فيك قصيد بارع نضر، أسرت إليك قواف كلها ألق، تروي الحنين ويزكو نشرها العطر، دان هواك وألفاظي مواتية، لكن مدح علاكم سيدي عسر، نبي هذا الزمان بفضل من الجلدة الحنان المنان، نبي الجلدة، برنس الجلدة، عم الجلدة، نبينا جورج بول، سلام الجلدة نبينا. سلام وجلدة الحنفية عليك بين أسقف لمبك وليبيب، وسلام وجلدة الحنفية أيضا على الخصم اللدود في هذه المناظرة الشيخ أبي كليبة، وسلام وجلدة الحنفية على جميع المشاهدين والمستمعين. ولا يبدأ الكلام كما نعلم إلا بحمد الجلدة، فإن الحمد للجلدة نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالجلدة من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الصنبور فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الجلدة وحده لا شريك له، نحمده في الأولين ونحمده في الآخرين ونحمده في الملأ الأعلى إلى يوم البسين. أما بعد، أرحب بهذه المناظرة التي طلبها الشيخ أبي كليبة أو أبو كليبة في إثبات دلائل نبوتي versus دلائل نبوة محمد رسول الإسلام. توكلنا على الجلد. شكرا نبينا. وعلى الطرف الآخر من ساحة أرض هذه المعركة المقدسة المباركة، يقف رجل يتحلى برواء ورواية ومدارات ودراية وبلاغة رائعة وبديهة مطاوعة وآداب بارعة وقدم لأعلام العلوم فارعة، حبر هذه الأمة وبحر علمها، سماحة الإمام العلم المحدث العلامة، الحبر الفقيه البحر المتفنن الفهامة، رئيس مركز تخوير العلماء، سيدي ومولاي سماحة الشيخ أبو كليبة. حياكم الله سماحة الشيخ. السلام عليكم. أولا والسلام على من اتبع الهدى. فالواضح للإخوة والمشاهدين الآن وأحبتي في الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما المناظر هذا الخبيث اللعين
على الشاشة، وهذا المسير المفترض على من المسير أن يكون محايدا، لكن هذا الخبيث من البداية يتآمر ويتودد لخصمي، وأنا أعلم بذلك، والله أعلم هذه الأمور، وأسأل الله عز وجل أن نفند كل حججهم اليوم. هناك بعض الإخوة والله أخبروني أنه من الأفضل أن لا أحضر هذه المناظرة وأن لا أناذر أهل الكفر، والله العكس هو الصحيح، فقد استشر الكفر الآن في الأمة، وعلينا نحن معشر العلماء أن نقف سدا منيعا ضد شبهاتهم، وسنبينها إن شاء الله في هذه المناظرة، وسيعلم الجميع أن الكفر ليس على شيء، والله ليس على شيء. فالسلام على من اتبع الهدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحة الإمام. الآن تبدأ المناظرة الكبرى. احنا للأسف الشديد هنتفق على الهوى، مين اللي هيبتدي لسه ما نعرفش. والله يبدأ المناظرة الشيخ أبي كليبة، يعني لأنه هو اللي اقترح المناظرة، هو مش عاجبه نبوتي وبيشكك في نبوتي، وبيقول أنه هو عنده دلائل نبوة رسول الإسلام وأنها محققة عنده يعني، ومش عاجبه دلائل نبوتي أنا، فيبدأ هو يعرض لنا إيه هي دلائل نبوة رسول الإسلام وإيه دليله أن أنا مش نبي. ما رأي صححتكم سماحة الإمام؟ لا لا يا أخي، لا والله لا، لأن هذه والله هذه مخططاتهم في أي مناظرة، وأنا لي من المناظرات الآلاف، والله ناظرت قساوسة النصارى وأكابر اليهود ومشايخ الماسونية وعباد الشمس والقمر والشجر والحجر والفئران والبقر، والله هذه الخطة هي خطة ماسونية، وهي أنهم يلقون بكل شبههم في آخر مداخلة فيقدمونك هكذا أنت صاحب أول مداخلة، فتعطيهم الحجج والدلائل وتضرب كل كلامهم في مقتل، ثم يأتي في آخر مداخلة ومعه المسير اللعين هذا الذي يتعاون معه ويتآمر ضد أمة لا إله إلا الله، ثم يلقي بشبه كثيرة ولا يتركون الوقت، ومداخلة أخيرة للدعاة والمشايخ، فهو صاحب أول مداخلة وأرد عليه إن شاء الله. هو مش انت يا عم ابو كليبه، مش انت اللي طلبت المناظره وانت بتقول ان انا مش نبي؟ ايه دليلك ان انا مش نبي بس كده يعني؟ والا انت هل تعترف بنبوتي؟ لا، نبوه الرسول صلى الله عليه وسلم واضحه جليه. اتفضل، انت المدعي الان، انت الذي ادعيت النبوه، فاثبت لنا هذه النبوه. والله يعني كلام يتحرج منه الانسان. انظر الى هذا الخبيث الذي يدعي النبوه الان، ليس له أي معجزة، والله قد تجده خرج الآن من بيت الخلاء ويدعي النبوة، فهو صاحب أول مداخلة، وإذا رفض فأنا الآن أشهد الأشهاد وأشهد الجميع أنني لن أقوم بهذه المناظرة، وقد تبين ضعفه وتبين فشله إن شاء الله. طب انت كان ممكن يا بين الوسقف تضيف الوقت ده للوقت الشيخ ابو كليبه ويقول لنا بيكمل بقيه الوقت يعني، ولا هو جاي يلقي خطب؟ سماحه الامام النهارده جاي تلقي خطب حضرتك، ولا هنتناظر، ولا هنعمل ايه؟ ظهر انتم الان، والله كلامه حق يعني، حتى عندما كان يثني علي كان كلامه حق لذا به باطل، يقول سماحه الشيخ ويا عالم وفي الخفاء هم يتآمرون على الامه، فأظهر لنا نبوتك أيها اللعين الخبيث، أظهرها الآن، أنت نبي تفضل أظهر المعجزات وتكلم، وأين كتابك؟ أين الوحي؟ يعني كلام هكذا على عواهنه، والله لم صراحة الإنسان والله يحزن القلب لحال هذه الأمة. نبينا تبتدي المناظرة؟ أنا طب ماشي يعني، طب ده أحب أبي كليبة نعملها 5 دقايق وخمس دقايق، ولا أنت عايز الوقت يبقى إزاي؟ كلامك كله سفسطح وكلام فارغ إن شاء الله، فارغ. ما قلت حاجة لسه. قد عسى وقائق كلامك ليس له أي قيمة، تفضل. إذا نبينا يبتدي بخمس دقايق، وأنا أسيب المايك وأرجع لصفوف المشاهدين لنرى ما يكون حين يقتدح زناد هذا وهذا. تفضل يا نبينا، معاك 5 دقايق.
طب توكلنا على الجلدة والحمد لله الجلدة. أما بعد، السلام جلدة الحنفية عليكم جميعا. أنا نبي جلدة الحنفية. من هو جلدة الحنفية؟ من البداية، جلدة الحنفية هو خالق الكون، هو المحرك الأول، هو الباعث في كل شيء، هو نقطة البداية، هو الكائن والذي كان والذي يكون، هو من البداية خالص، والذي كان عرشه على الماء في الأول. وهذه هي أول دليل على صحة نبوتي. عندما تقول الأديان السابقة، ما الأديان السابقة دي كانت إشارات من جلدة الحنفية، ولكن قام دعاة هذه الأنبياء، هذه الأديان الأنبياء اللي دعوا أنبياء بعد كده، بتحريف هذه الأديان عشان خاطر مش عاجبهم، أو حقدا من عندي أنفسهم مثلا، أو حسدا للإله جلدة، أو عصيانا للإله جلدة الحنفية. أو الإله جلدة الحنفية يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فقد أدلهم جلد الإله جلدة الحنفية إن هم يحرفوا هذه الأديان، لكن التحريف لم يطل كل شيء. ففيها حاجات هتلاقيها موجودة في هذه الأديان، زي مثلا كان عرشه على الماء، ده فعلا دي لم يصلها التحريف. لكن لو قعدت تفكر سيدي المستمع، يعني إيه كان عرشه على الماء؟ هتكتشف إن هو جلدة الحنفية، عرشه على الماء ده أول الإشارات والأدلة إن الإله الحق هو الإله جلدة الحنفية، لأن عرشه على الماء. إن كان إلها آخر فهيبقى قاعد على الماء ليه؟ إيه اللي يجيب عرشه على الماء؟ إيه اللي يجيب وجوده على... إيه علاقته بالماء أصلا؟ وبعدين لما يقول وخلقنا من الماء كل شيء حي، إشمعنى الماء؟ يعني ليه ما خلقوش من الهواء أو من التراب أو أي حاجة؟ إشمعنى الماء؟ لأن هو هذا ارتباط وثيق بين الإله جلدة الحنفية العظيم والماء، وخلق من الماء كل شيء حي. هذه هي يعني بعض الأدلة البسيطة على الإله جلدة الحنفية. لو سألتني ما هو دليلي على أن الإله جلدة الحنفية هو الإله الحق، هتلاقي أن الإله جلدة الحنفية هو اللي عمل الكون. ولو أنت مش شايف العظمة اللي موجودة في الكون دي كلها والحاجات المحكمة، يعني الأرض مثلا لو بعدت عن الشمس نص سنتي الأرض تتجمد، ولو قربت من الشمس نص سنتي الأرض تحترق، مين اللي عمل الحكمة دي كلها؟ الإله جلدة الحنفية. لو عندك دليل ان مش هو الاله جلدة الحنفية، تفضل قدم لنا الدليل. فالاله جلدة الحنفية هو اللي كان موجود في البداية خالص، قبل اي حاجة، وهو اللي اخترع. يعني ما ينفعش اصلا تسأل سؤال هو كان فين، لان هو الكائن والذي كان والذي يكون. هو لا يطبق عليه فكرة المادية، ولا يطبق عليه الوقت، ولا يطبق عليه الزمان. هو غير محدود بزمان أو مكان، هو خارج الحدود الزمان والمكان، هو خارج حدود الـ الحاجات الحسية. هو غير محسوس، ما ينفعش ان انت تحسه، ما ينفعش ان انت تشوفه، لأن هو إله. فهذا الإله الغير مرئي في ملء الزمان قرر ان هو يخلق الكون، ويخلق في الكون الأرض، ويخلق في الأرض دي كائنات تعبده زي الانس واي حاجات تانية غير الانس بقى، والحيوانات وبقية الكائنات. ما تقدرش تسأله برضو ليه، هو كده مزاجه، كده كيفه، كده هو قرر ان هو يخلق الحاجات دي. وبعد كده لما خلقها كان ايه الهدف من الخلق؟ ما تقدرش تسأله برضو ايه الهدف من الخلق، رغم ان هو عايز كل هذه الكائنات ان هي تعبده، لكن ما تقدرش تقول ان هو كان عايز، لان ده برضو حاجة تنطبق على الحاجات القاصرة اللي هي عندها قصور فتبقى عايزة، لكن ده هو عنده إرادة مطلقة كاملة. فقام بخلق الكون وخلق الأرض وخلق الكائنات اللي عليها، وطلب من هذه الكائنات أنها تعبده كالإله جلدة الحنفية. لكن لأن هم البشر دايما عندهم زيغان وبيزيغوا عن الحق، وبيبقى عايزين يعبدوا حاجات تانية ومش عايزين يلتزموا بالحق أبدا، قرروا أن هم يدوروا على آلهة تانية. فقعدوا يقولوا بقى أن في إله اسمه الله، وإله اسمه يسوع، وإله اسمه الفيل، وإله اسمه. كل هذه يا إخوان هي مجرد زيغان البشر، مش عارفين الإله الحق، عايزين يزوغوا عن الإله الحق. بدأ الإله الحق يرسل ليهم أدلة وجوده. قل امشوا في الكون، امشوا في صورة التاكسي مثلا، ده من هذه الصورة العظيمة. فكل الكائنات دي والبشر بدأوا يعملوا أديان لنفسهم، ويقولوا بقى بدل ما يقولوا الاله جلدة الحنفية يقولوا ان هو الله، ويقولوا احنا عندنا دين اسمه الاسلام، مع انه اصلا الاله كان باعت المرسال بتاعه عشان خاطر يعرف الناس بالاله جلدة الحنفية، لكن قام اتباع هؤلاء الدين بتحريف الدين. انا بينا الوقت انتهى، 30 ثانية معاك.
حكم يعني هو دي أدلة وجود الإله جلدة الحنفية. وفي ملء الزمان لما حرفوا كل هذه الأديان قام بإرسالي أنا كنبي جلدة الحنفية عشان أرد ما قد فقد لهذا الإله وأرجع الناس تاني لعبادة الإله الحق. وأكمل في المداخلة القادمة. شكرا يا نبينا. سماحة الإمام يدعي أهل الكفر أن الله كان عرشه على الماء وأن هذا الإله هو جلدة الحنفية، يعلمون أن الله نور وأن لو كان عرشه على الماء لانطفأ هذا النور، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. تفضل مدخلتك سماحة الإمام، معك 5 دقائق تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أولا لي شروط. الشرط الأول، هذا المسير الذي سمى نفسه جليبيب، أسأل الله عز وجل كما أن جليبيب لم يرى فرج المرأة، فأسأل الله عز وجل أنه لن يرى نعيما قط إن شاء الله، لا يرى النور ولا يرى أي شيء يثلج صبره ويدخل عليه السعادة والفرحة إن شاء الله، لأنه خبيث يقول الحق ويريد به الباطل، وسينتقص من وقتي وأنا أعلم ذلك. فأطلب الآن أمام الناس أن تعطوني وقتي كاملا متكاملا غير منقوص حتى أجيب على هذه الترهات وهذه الخزعبلات التي تقدم بها هذا. والله حتى اسمه عجيب، يقول عن نفسه أنه نبي جلدة الحنفية، والله قيمتك في الحنفية إن شاء الله. يقول وهو يحرف الآن، يحرف الأديان ويقتبس من القرآن ويأخذ منه، والله هذا وكأنه مهرج مسيلمي، هو من سلالة مسيلم الكذاب. يتكلم عن يعني كنت أحسبه من العقلاء لكنه وكأن تمخض الجبل فولد فأرا. فهذا الفأر أمامكم يتكلم ويقتبس من القرآن ويقتبس من الأحاديث ويتمسح بها. إذا كان عندك نبي، إذا كان عندك إله وأنت نبي هذا الإله، فأتي بشيء جديد. والله عز وجل تحدى الكفارة وقال أتوا بآية أو بسورة أو بعشر سور، لم تأتي بشيء، لم يأتي بشيء. وهو يدخن الآن على المباشر قلة احترام. فيقول نقول إن شاء الله دلائل النبوة كثيرة وجلية ولا نحتاج لأن نبينها، لكن يتكلم عن الماء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان معروفا عنه أنه قدم من المعجزات المائية الكثير. خرج يعني هناك روايات الصحابة في يوم من الأيام أرادوا الوضوء فاحتاجوا الماء فلم يجدوا ماء، فذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم سألوا عن الماء، فأخذ إناء وأدخل فيه يده فبدأ الماء ينبع من بين أصابعه. وتوضأ الرسول وتوضأ أهله وتوضأ الصحابة وتوضأت القبائل في جزيرة العرب، فكل توضأ وكان يكثر الماء ويكثر الطعام. والرسول صلى الله عليه وسلم له من المعجزات الكثيرة كثيرة يعني لا تعد ولا تحصى. ما هي معجزة هذا النبي؟ هذا حتى اسم نبي والله وكأننا نمدحه. هذا الخبيث الكذاب ما هي معجزته؟ يسخر من القرآن ويقول سورة تاكسي، أسأل الله عز وجل أن يدهسك بهذا التاكسي، أن يضربك ضربة والله لا تقوم بعدها أبدا، سبحان الله. لكن أذكر إخوتي وأنا أعلم أن هناك الكثير من أحبتي في بين المشاهدين، فأذكرهم إن شاء الله بأحاديث تبين نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه، وتبين كذب هذا المناظر اللعين. فهناك حديث والله من أعجب الأحاديث ولا ينتبه له الناس، بل بعض الملاحدة يسخرون من هذا الحديث وفيه من المعجزات الكثير ومن الفوائد الغزيرة الكثيرة. يقول الصحابي الجليل مسروق أنه ذهب إلى مع الأسود إلى عائشة رضي الله عنها وسألوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوها هل كان يباشر وهو صائم؟ قالت نعم. سبحان الله، في رمضان يباشر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبل، بل ويباشر يعني يلامس وكل هذه الأمور عجيب. وكيف يستطيع الإنسان أن يقبل ويباشر
ولا يخرج منه مثلا مدي ولا ينتصب ولا هذه الأمور المعروفة عند الرجال، لكن الرسول ليس مثل الرجال. الرسول صلى الله عليه وسلم نبي من الله عز وجل، وهذه كرامة. عندما قالت عائشة رضي الله عنها كان أملككم لإربح، يعني كان له الرجال يعرفون، والله لا يستحي من الحق. فنحن معك 30 ثانية سمحت الإمام، اقتطع من وقتي أقل شيء، اقتطع دقيقتين لكن سابع إن شاء الله لا بأس. فقالت عائشة رضي الله عنها أنه كان أملككم لإربح، نحن معشر الرجال نعرف هذا الأمر، وأنا أسأل هذا الخبيث هل تتحكم في إربك؟ فيقول لا، نبي لا يتحكم في إربه ليس بنبي. من أصعب ما يكون أن يتحكم الإنسان في ذكره أن لا ينتصب، فنحن نعرف هي مسألة خارجة عن الإرادة، قد تكون مريضا أو تقوم في الصباح فيكون قضيبك منتصبا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإربه، فكان يقبل ويباشر في رمضان، وهذه من أكبر دلائل النبوة التي تبين صدق رسول الله وكذب هذا الخبيث. خذ اللاقط، أنا مسامح في وقتي. شكرا سمحت الإمام، انت خدت أكتر من دقيقة ونص زيادة، ولكن مش مشكلة هنتفاهم فيهم بعدين. دلوقتي نبينا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فالنبي كان بيستسقى بوجهه وكان بينزل الماء من بين أصابعه، فهل ينزل الماء من صنبور جلدة حنفية نبي الحنفية؟ تفضل يا نبينا. والله يا الشيخ أبو كليبة شكله جاي يهزر، مش جاي يتناظر، جاي يهزر. الشيخ أبو كليبة شكله جاي يهزر، بيقول لنا إن دلائل نبوتي مش موجودة لأن أنا بقتبس حاجات من القرآن، وإن أنا لم آتي بشيء جديد. هو القرآن كان أتى بشيء جديد عمنا الشيخ أبو كليبة؟ يعني القرآن عمل إيه بالظبط؟ حكى لنا نفس قصص الأولين اللي محكية في الإنجيل وفي التوراة، إيه الشيء الجديد ده؟ حكى لنا قصص موجودة عند في الفلكلور كمان، قصص أصحاب الكهف يعقوب السروجي، كان فين الشيخ الشيء الجديد اللي هو أتى بيه؟ غير بقى شوية الحاجات اللي هي إيه على جنب، يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل والأصباط، حتى القصص مش عارف يحكيها، مفيش قصة عارف يحكيها، مفيش قصة عارف يكملها. القصة الوحيدة اللي قاعد يهري فيها كانت قصة يوسف، الباقي كله سرقوا كربونة من اليهودية، حتى الأحكام والشرائع بتاعته كربونة. لما حب هو يتفزلك ويجيب حاجة من عنده حسب الميراث غلط، دي بقى معرفش يجيبها من اليهودية. ليه أصلا؟ مش مكتوبة في اليهودية، معرفش ينقشها، فراح جايبها لنا من هناك. بس ده كده اللي احنا عملناه، بقى قاعد يفتي بقى ويهري هو من عنده، راح طلعت الحزبة غلط، طلعت الحزبة ما تنفعش واحد صحيح. بقيت القصة حتى مش حافظ القصة، يعني هو قال لنا قصة يعقوب السروج أصحاب الكهف مش عارف يحكي، سيقولون الثلاثة وربعهم كلبهم، إيه كلبهم ده؟ واخدين الكلب يعملوا معايا إيه يعني؟ ماشي هم هيقولوا كده، طب إيه الحقيقة؟ كل يعلم عدتهم إلا الله، والله كل يعلم عدته. هو ده كده الجديد؟ فين الجديد؟ يسألونك عن الروح، كل يوم من أمر ربي، ده جديد؟ أنت بتعيب عليا إن أنا ما أتيتش بشيء جديد، وهو الراجل ده جاب إيه جديد؟ ولا اي حاجة. لا، والحاجات اللي حب يتفزلك فيها بوظها، زي موضوع الميراث، او بقى شوية حاجات اللي هو ايه، مشكلة مع نسائه، خناقة مع النسوان في البيت، نط على واحدة فجات واحدة مسكته قالت له مش عارف ايه، راح قال لها خلاص تحرم عليا، راح منزل له بقى ايه، لا تحرم ما احله الله لك، صح كده؟ هو ده الجديد. او الموضوع التبني، يعني ايه ولا تخفي في نفسك ما الله مبديه، ده الجديد اللي كان عنده. لا بقى انا شكله الشخصيه وعايز ياخد مرات ابنه، لا مش عارف اطلقها، لا اطلقها لك، لا والله ما انت مطلقها، فينزل رب العالمين يقول له لا والله ايه خليه يطلقها واتجوزها انت، ده الجديد اللي جابه. بقيت الحاجات بقى ايه، كربونه من اليهوديه، وحتى مش كربونه عارف ينقشها كويس، لا ده بينقشها طشاش كده، هو مش فاكر القصه قوي يعني، ترتيب الانبياء ومش فاكر، مره حته من هنا على حته من يعقوب، يقول لك مش عارف ابراهيم وايوب والمسيح وعيسى، وبعد كده يرجع يقول لك موسى ويوسف، مفيش ترتيب، حتى الترتيب مش عارف يرتبه. هو ده الجديد اللي هو جابه. المعجزات الرسول لها معجزات مائيه، لا والله ايه المعجزات المائيه دي؟ المايه نزلت من بين ايديه عشان الصحابه يتوضؤوا، طب ما انا على فكره انا مشيت على المايه، ايه دليلك ان هو المايه نزلت من ايديه؟ ان في ناس شافوه حاجه، انا في ناس شافتني وانا ماشي على المايه، وفي ناس شافتني فتحت حنفيه والله يا اخوان والجلده الحنفيه ما فيش فيها ماسوره، الماسوره بتاعتها مكسوره، وفتحت الحنفيه ونزل منها ميه، والناس شافتني بعمل كده، ايه دليلك ان ده ما حصلش؟ إيه لو جبت لي دليل
ان الرسول نزل من ايديه ميه، انا ممكن اجيب لك دليل انما الناس شافتني، مش هو دليل ان الناس شافته، انا الناس شافتني بفتح الحنفيه ونزل منها ميه ومفيش وراها ماسوره اساسا يعني. فانا مشيت على الميه وعملت معجزه الحنفيه دي. ايه دليلك ان ده ما حصلش؟ ايه بقيت معجزاته؟ ايه اللي حصل يعني؟ مثلا اقول لك انا معجزه يا شيخ ابي كليبه من المعجزات المنسوبه ليه يعني، ان هو شق القمر النصين. تعال بقى نشوف بقى تفاصيل المعجزه دي. رواه المعجزه اللي هم المفروض شافوا المعجزه، واحد قال لك القمر كان فوق وتحت الجبل والجبل كان باين بين الاثنين، والتاني قال لك لا ده واحد على اليمين القمر كان جزء على اليمين وجزء على الشمال والجبل باين في النص، وواحد قال لك لا ده القمر اتقسم نصين كده وكان باين قدامنا ان هو نصين. ده اللي شافوا المعجزه، اللي شافوا المعجزه مش قادرين يتفقوا هو القمر ده كان شكله ايه بالظبط يعني، لما اتشق ده كان اتشق ازاي، واللي يقول لك شق القمر على عهد رسول الله مرتين ولا مره. طب مين اللي شافه؟ فين الدليل؟ الدليل في الاخر ان في عيل كان عنده 6 7 سنين اللي هو انس، هو ده اللي حكى المعجزه، اللي هو اصلا مش فاكر ده في السن ده شاف معجزه ورايح بيحكيها. فين بقيه الناس؟ فين بقيه قريش؟ فين بقيه العالم؟ القمر اتشق للعالم كله، ليه الصينيين ما كتبوش ان القمر اتشق؟ ليه المصريين ما كتبوش ان القمر اتشق؟ ما فيش حد في الدنيا شاف القمر ده بيتشق. طب لما هو الموضوع كده ان في الاخر هيشوفوا عيل عنده 6 7 سنين ويبقى دي المعجزه، بقى ايه الهدف من المعجزه؟ هو ايه الهدف من المعجزه اصلا؟ مش ان الناس تشوفها عشان خاطر الناس تؤمن، الناس الغير مؤمنه تشوف معجزه حاجه خارقه للطبيعه فتؤمن. طب 30 ثانيه يا نبينا، مفيش حد، انا وقتي انتهى. 30 ثانيه يا باشا، المعجزه دي حد يا شيخ ابو كليبه قول لنا ايه الهدف من المعجزه طالما ما حدش شافها؟ اما هي كانت بتتعمل ليه اصلا؟ والمفروض اللي يشوفها الغير مؤمنين مش المؤمنين. اقول قولي هذا واستغفر الجلد لي ولكم. شكرا يا نبينا، وننتقل لسماحه الامام. سماحة الإمام يشكك نبي الجلدة في القصص القرآني رقم واحد، ويشكك فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. رد عليك سماحة الإمام، معك 5 دقائق تفضل. لا إله إلا الله، والله كما رأيتم أحبتي أنه عندما لم يجد جوابا ورددنا كل ترهاته وضربناها في مقتل، بدأ الآن يحاول أن يستعمل استراتيجية الرشاش، فهو الآن يلقي بالشبه، وأن تلقي بشبهة هذا أمر هين، والله هين أن تلقي بالشبهات، ممكن أن يلقي الآن 1000 شبهة لكن الرد عليها يحتاج التأصيل والتفسير والشرح والتبيان، فليس بالأمر الهين. فأنا أحتاج 5 ساعات لأرد على هذه الشبه التافهة التي طرحها هذا الخبيث ومعه هذا المسير الذي ينتقص دائما من وقتي، فبعد هنيهة سيقول أنه باقي 30 ثانية، سبحان الله، وأنا لم أتكلم 10 ثوان. فسأرد إن شاء الله على كل النقاط وستتبين وتتوضح الأمور إن شاء الله. أولا هو يقول أنني جئت هنا للفكاهة، جئت للسخرية، نعم جئت لذلك لأسخر منك وأظهر كفرك وأسخر من هذه الادعاءات التي تدعيها هنا على الملأ، هذا هدفي إن شاء الله. ثم يطمئن قلب المؤمن المشاهد الآن أن الملاحدة والكذبة أنهم ليسوا على شيء. أولا نجيب على هذا المكابر والذي أصله أصلا والله لا نعرف أصله، يعني تناقش مسلم سابق والله أفضل من هذا الصليبي الحاقد، لأن ليس له علم، لا علم دنيا ولا علم دين. فمسألة الكلب أولا، في الكلب غير موجودة في القصص الأخرى، يعني الكلب هنا هو الإعجاز، وهو يسخر الآن من الكلب والكلب هو الإعجاز، يقولون هذه قصة مسيحية وهذه قصة فارسية وهذه قصة يهودية، ولم نجد في هذه القصص كلب، بل تجد الكلب فقط في القرآن. ثم يسخر مرة أخرى ويقول لم يعلم، ويقول كذا، وقالوا رابعهم كلبهم وخامسهم كلبهم ولا يعرفون عدتهم، ولا يدري، والله لا يدري هذا الرويبدة أن هذه الأمور مقصودة، فالله عز وجل يترك هذا أو يضع هذه الآيات
ليتبين المؤمن ويطمئن قلبه ثم يكفر الكافر والمنافق. فهي آيات خدعات وآيات فاتنات فيفتتن بها الكافر والمنافق ويطمئن بها المؤمن ثم يكذب على رسول الله، يكذب كذبا والله يعني سبحان الله، يعني الجبال تتحرد منه، ولا كلام يتكلم عن حفصة رضي الله عنها التي وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضادع ماريا وهي أم ولده، فيقول وأسأله الآن أمامكم وأنا أشك أنه سيجيب، هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحق في مضاجعة ماريا؟ إذا كان الجواب بنعم فتوقف عن هذه الخزعبلات، توقف عن هذه الشبهات، فله الحق في ذلك. ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنه حاول عندما وجدته حفصة مع ماريا، حاول أن يوافق بينهما، حاول أن يحل المشكلة، وكان هذا اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتهاد، ولامه الله عز وجل على ذلك وعاتبه بأنه حرم شيئا على نفسه، فهو حرم هذه الجارية على نفسه لكن هي حلاله، وذكره الله عز وجل وقال يعني أنه إذا يعني كانت هناك، وكأنها كانت مؤامرة بين حفصة وعائشة، وحفصة أفشت السر لعائشة، والقصة طويلة، لكن الله عز وجل أنزل في قرآنه أنه هو والملائكة وجبريل وكلهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندك الآن فسطاطين، فسطاط عائشة وحفصة مقابل الله عز وجل والرسول والملائكة. فطبعا نختار الله والرسول والملائكة، وهذا خطأ من نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما فعله الرسول لم يكن فيه عيب، فهذه أم ولده وله الحق في مضاجعتها وتابع ذلك، والمخطئة هنا هي حفصة وعائشة. فهذا الأمر ليس فيه شيء، ليس فيه أي شائبة، لكن مرة أخرى هذا الخبيث لا يعرف ألف باء دين ولا ألف باء دنيا. فقصة حفصة فيها إعجاز، وقصة 30 ثانية سمحت الإمام، طبعا أعلم ذلك. والإخوة الآن والله كتب لي الآن الشخص على الخاص قال تكلمت دقيقتين والآن يقول 30 ثانية، سبحان الله، لكن الإخوة سيتبينوا إن شاء الله، وهذا يبين ضعف حجتهم. أتكلم عن مسألة زيد بن ثابت ويقول أنها مسألة مشينة وأنه تزوج زوجة ابنه، بل هذا إعجاز وهذا دليل نبوة. وإذا سألت هذا الكافر الآن، واسأله الآن مسيلمة عصره الآن، إذا سألته هل تظن أن شخص سيقبل أن يعطي زوجته لأبيه؟ سيقول لي لا، فكيف قبل زيد؟ لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم نبيا لما قبل زيد. وهناك نقاط كثيرة تكلم بها هذا الخبيث سأرد عليه إن شاء الله في المداخلة القادمة، أنا مسامح في دقيقتين أو الثلاثة الباقيات، الدقيقتين أو الثلاثة الزيادة اللي خدتهم مولانا. ولكن ننتقل الآن إلى نبي الجلدة. يقول العلم العلامة أبو كليبة أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في نكاحه لماريا، فهل اجتهد فعلا ولا ما اجتهدش في النكاح؟ تفضل يا مولانا. والله احنا ما كناش معاه، يعني ابو كليبه بيحب يشتم الشتائم الاسلاميه دايما، يعني هذا الخبيث، هذا يعني ابو كليبه، ما انا ممكن اقول لك برضه هذا الجاهل، هذا المتفنن في علم الحيض والنفاس ونكاح النمله المشركه وفوق ابو البعير، يعني ممكن اقول لك كده برضه، فيعني ايه حاول تلتزم بادب الحوار، والا اقسم بالجلده ممكن اقول لك برضه كلام ما يعجبكش. انت جئت لتسخر مننا وانا جئت لاسخر من النبي برضه، يعني ما فيش مشكله، يعني احنا انا كنبي انا ممكن اسخر من الانبياء الكذبه اللي قبلي، يعني في انبياء كذبه قبلي ممكن اسخر منهم. تعالى نرد على شويه الحاجات اللي انت قلتها دي. الكلب غير موجود في الاديان الثانيه او في القصص الثانيه، وده اعجاز. سعادتك الكلب اساسا كان اللفظ السرياني بتاعه كان الملاك، اللي هو ملاك الله ده، وبعد كده هو فهم غلط، يعني في حد في الدنيا عمره شاف كلب عامل كده؟
يقول لك الكلب في بسيطا زراعيه في الوسيط. في كلب في الدنيا عامل كده؟ ده اللي هو ازاي ده يعني؟ انت عمرك شفت كلب عامل كده؟ القصه الاصليه بتقول الملاك بسيطا زراعي بينهم، هو فهمها غلط فافتكرها كلب. هو الموضوع ملوش اي علاقه بالكلب، ولا هم كان معاهم كلب اساسا، هو كان في ملاك معاهم، هو فهم غلط. ده مش اعجاز، ده عجز. ده اللي كتب القصه متخلف عقليا، فهم الكلمه غلط وبنى عليها اسطوره، وقعد كل شويه يكلمنا ان مفيش كلب في القصه. ده مش اعجاز ولا عجز، ده معناه ان هو مغفل ما فهمش. بس كده انا عايز اسال سؤال، انت عمال تكلمنا على موضوع المعجزات وكانت معجزات لا تعد ولا تحصى، مع ان القران نفسه قال له وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. هو الراجل ده عنده معجزات ولا ما عندوش معجزات؟ يعني لو عنده معجزات كان المفروض القران يقول له ارسلنا معك المعجزات، لكن القران بيقول له وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاول. يعني هو قال له انت ما عندكش معجزات، وهو كذا مره قال وما كنت الا بشرا رسولا، لما قالوا له نزل علينا السماء كسف ومش عارف ايه ورينا هتعمل ايه، يعني ورينا معجزات، قال لهم وما انا الا بشر رسول، ليس عليك هداهم. امال ايه يعني، عنده معجزات ولا ما عندوش معجزات، ولا هو عنده الاثنين، عنده وما عندوش في نفس الوقت؟ انا عايزين نعرف، لان انا كنبي عندي معجزات برضو، وفي حاجات يعني في الرساله بتاعتي كنبي جلدة الحنفيه ما عنديش معجزات. في حاجات مثلا ابقى عايز اعمل فيها معجزه، لكن الاله جلد الحنفيه يقول لي لا مش عايزين نبعت معجزه، اصل الناس ما صدقتش المعجزات. لكن في حاجات تاني زي المعجزات اللي انا قلت لك عليها، ان انا مشيت على الميه، وان انا في البانيو، وان انا رحت البحر في مره مشيت على الميه وفتحت حنفيات ما فيش فيها مواسير، دي برضه معجزات. فايه الفرق بيني وبين الرسول بتاعي؟ ما انا عندي جزء فيه معجزات وجزء ما فيهوش معجزات برضه. فيعني انا عايزك تفند لي ليه انا المعجزات بتاعتي دي بالنسبة لك كاذبة والمعجزات بتاعت الرسول بتاعتك صادقة. موضوع بقى الكلام اللي انت بتقوله اللي هو ايه، قصة حفصة فيها اعجاز، اعجاز ايه يا عمو بتاعي؟ يعني انا دلوقتي لو طلعت عليك كنبي وقلت لك والله انا عملت حاجات، نطيت على واحدة وبتاع وعملت فيها مجهود ايه وزفت ايه؟ هو الراجل ده جاي ينط عن نسوان ولا جاي يعمل دين؟ ولما هو جاي يعمل دين مالنا احنا ومال الهري اللي هو بيعمله ده؟ يعني انا دلوقتي كتاب اللي جاي من الاله للعالم ده، انا ككتاب جلدة الحنفية مثلا عندي ايات وصور في كتاب جلدة الحنفية، هو لسه بيتم جمعه دلوقتي، عشان عارف زي ما القرآن نزل منجما على 23 سنة، فبرضو كتاب جلدة الحنفية هياخد وقت، يعني لسه النبوة مبتدئة ما بقاش 3 4 سنين يعني، فادونا وقت معلش نجمل لكم. لكن في صور كتير زي صورة جورج مثلا وصورة التاكسي، وفي صور كتير فيها ايات افضل من كده، على الاقل الموضوع ملوش علاقه بخصوصياتي انا. انا ما يعني انا دلوقتي ده الرسول، انا مالي انا انط على ماريا ولا قال للنسوان انا مش هنط تاني، فيجي الاله يقول له لا والله لا تنط، ده دين؟ ده كده دين؟ على الاقل نبوتي انا ما فيهاش الكلام ده، ما فيهاش بقى حياتي الشخصيه وانا رحت فين وقعدت مع مين وكلمت مين. الناس الجمهور والناس المتابعين هذا الدين بعد 1000 سنة هم يهمهم ايه؟ كان بيقول لمين ايه ولا ما بيقولش لمين ايه؟ كان نايم مع مين ليه فين ولا بيعمل ايه؟ عايز يحرم التبني. هنفترض يعني ان التبني دي حاجه وحشه، هي التبني دي حاجه وحشه؟ التبني دي حاجه حلوه جدا. على فكره اوجستس سيزر ابن جوليوس سيزر بالتبني وكان امبراطور عظيم. التبني مش حاجه وحشه. التبني حاجه هو عايز بقى يحرم التبني، تفهمش ليه مزاجه كده؟ لازم يعني يروح يعمل لنا فيلم وينط على مراته ويقول له مش عارف طلقها ولا تخفي في نفسك ما الله، لازم الفيلم. احنا مالنا يا عم، نزل ايه قول حرم عليكم التبني بس كده خلص الموضوع؟ محتاج كل الهري ده؟ انا كنبي جلدة الحنفيه ما بعملش الهري ده. لما الاله جلدة الحنفيه بيبقى عايز يحرم حاجه بينزل على طول ايات بينات من جلدة الحنفيه يقول لهم يا اتباع جلدة الحنفيه حرم عليكم مثلا الحاجه الفلانيه بس خلاص. 30 ثانيه يا نبينا، فالتزم يا ابي كليبه معلش، يعني فند لي ايه المشكله اللي عندك في معجزاتي، وايه دليلك على ان رسولك هو بقى المعجزات بتاعته دي الصح؟ يعني قول لنا ايه انت ليه مصدق دي ومكذب دي؟ معلش اتفضل. اذا سماحه العلامه ابو كليبه، الان انت اتزنقت في خانه اليك، احنا محتاجين دليل واضح قاطع ساطع على نبوه نبي الاسلام، تفضل مع 5 دقائق. الحمد لله حمدا كثيرا، السلام على من أتى مبشرا ونذيرا، أما بعد، أولا مسألة السخرية أريد أن أوضح شيئا هاما. يقول هذا
وسأسميه الجاهل والخبيث مرة أخرى وإن اعترض. يقول أننا هنا في جو من الاحترام ومن الحوار والمناظرة، وهو يسخر من الله عز وجل ويسخر من الرسول ويسخر من المسلمين ويسخر من كتابهم ويسخر من دينهم، ثم يقول نحن في جو احترام. وهذه هي العلمانية الجديدة الحاقدة التي تهاجم المؤمنين وتتآمر على هذه الأمة. فهم يطالبون بالحقوق وطالبون بالحريات وبالاحترام الواجب والمتبادل، وفي نفس الوقت يكذبون على الله عز وجل، يكذبون على الرسول ويتآمرون. فبالله عليكم، هذه هي سياسة الكيل بمكيالين. أعود إلى النقاط الكثيرة، وأنا أعلم علما مسبقا أن الخبيث المسير، وهو خبيث وجاهل هو الآخر، سيأخذ من وقتي على الأقل دقيقتين، فسأحاول أن أسرع إن شاء الله وألخص الأمور، فهي واضحة جلية، لكن بعض ضعاف القلوب قد يتأثرون بكلامه الذي طبعا فيه بعض السلاسة وفيه بعض المنطق، يظهر أنه منطق لكن هو يدس العسل في السم إن شاء الله. فأولا يسأل ويقول لماذا نتكلم عن أمور شخصية؟ هذه الأمور الشخصية هي التي تظهر نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل أنت عندك، وهو الآن لا يستطيع طبعا، يعني حتى لو ادعى النبوة وحتى لو قال أن عنده كتاب أنزله هذا الإله المجنون الذي يسميه الحنفية أو الجلدة أو لا أدري، فهذا الكتاب لن تجد فيه قوة 30 رجل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضاجع نسائه في الساعة من الساعة الواحدة في الليل والنهار، وأحيانا بغسل واحد يطوف عليهم في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وكان يقال أنه أوتي قوة 30 وفي رواية أخرى قوة 40. لكن هذا العاجز جسديا وجنسيا لن يستطيع أن يذكر ذلك في كتابه. فهذه من دلائل النبوة، سبحان الله. يعني كل الشبهات هي في حقيقتها إعجاز ودليل نبوة. يسأل ويقول ما الفرق بيني وبين رسول الله؟ أقدم لك الفرق، لكن إنما تعمى لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وأنت أعمى فلا تظهر لك الحقيقة. الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله وتعلموا ونهلوا من رسول الله وجاهدوا معه، الصحابة ماتوا من أجل هذه الديانة، ماتوا من أجل هذه العقيدة، ماتوا من أجل في سبيل الله وبدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتوا. فهؤلاء الصحابة الذين كانوا يتسابقون على نخامة الرسول، وأنا أشك هذا دليل، من صحابتك تسابق على نخامتك؟ لن يستطيع الجواب لأنه لا يوجد. من من الصحابة من صحابتك ماتوا من أجلك؟ لن يجيب، لن يجد إلا هذا المسير الذي يساعده. أنا شك أنه ربما هو نفس حسابه، له حسابين، واحد يسير به المناظرة وواحد يناظر به، ربما هذا الخبيث هو يساعده ويتودد إليه، فهذا أقصى ما وصل إليه هذا الكويفر، فليس له أي قيمة. مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحياناً كان يأتي بإعجاز ويأتي بمعجزة، وأحياناً لا يأتي بمعجزة، وسأقيم عليك الحجة ومن فيك أدينك كما قال يسوعكم المحرف. فقل له ألم يختبر الشيطان يسوع في الصحراء وعندما طلب منه المعجزة قال لا تجرب الرب إلهك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم مثله مثل جميع الأنبياء كان أحيانا يقيم الحجة بانشقاق القمر مثلا وخروج الماء وتكثير الطعام والنكاح الكثير أو الجماع الذي يصعب على الناس العاديين، لكن أحيانا كان لا يأتي بمعجزة، وربما السبب هو الفتنة، فهذا الذي يريد المعجزة ربما هو إنسان ساخر، لكن الذي يريد فعلا أن يتحقق من الأمر فالله عز وجل أظهر من المعجزات الكثير، وانشقاق القمر أثبتته الناس اليوم. يعني هذا الذي يدعي العلم
أثبتت الناسا أن القمر انشق وأظهرت الصور. وعندما بدأ المسلمون 30 ثانية سماحة الإمام، أعلم ذلك، أعلم ذلك، والله لا تذكرني بالوقت لأنني أعلم يقينا أن قبل نهاية المناظرة سيتم إسكاتي، لأنني أظهر الدلائل وأظهر الحجج وأبين ضعف هؤلاء. فالناسا عندما أظهرت هذه الصور، والله وصلتنا أخبار أنه كان يسلم الآلاف من النصارى يدخلون للإسلام، فالنصارى فالناسا تفطنت لذلك ثم حذفت هذه الصور. ولنا الكثير من الإخوة الذين يعملون في الناسا تبينوا من الخبر وذكروا الخبر ونشروا الصور ثم تم طردهم من الناسا. ونحن لا نحتاج لا ناسا ولا أمريكا ولا علوم، نحن عندنا علم ربنا موجود في القرآن، يقول الله عز وجل انشق القمر فالقمر انشق وآمن الكثير. لماذا كفروا؟ لماذا لو كان كذبا لماذا مات الناس بعد هذه المعجزات واستشهدوا في سبيل الله عز وجل؟ إذن من من أصحابك يا نبي الجلدة يتسابق على نخامتك، ومين بيروح لك ترقيه فتف في بقه ثلاث مرات وترقيه بالمعوذتين؟ ومن من أصحابك الكرام الذي شرفهم الجلد جل وعلا بصحبتك الكريمة يتسابق ويموت من أجلك؟ تفضل يا نبي الجلد، معك خمس دقائق. هو دليل النبوة لازم يبقى بالقرف يعني يا شيخ أبو كليبة؟ تعالي ناخد كده الكلام اللي انت قلته من البداية، انت بتقول ان انا بأسخر من الله والدين والرسول، وألم يسخر الإسلام ورسول الإسلام وإله الإسلام من الأديان التانية؟ بالعربي كده وبصراحة، ما قالش كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، كفر الذين قالوا إن المسيح عيسى ابن مريم هو مش عارف إيه، كالحمار يحمل أصفارا وكالكلب تحمل عليه يلهث. ما شتمش الناس، ما شتمش الأديان التانية، ما سخرش منهم ومن آلهتهم. جميع الأنبياء ما سخروش من بعض، إلي ما سخرش من أنبياء البعل، وقعد يقول لهم ادعوا إلهكم لعله نائم أو في سفر. مش كل الأنبياء سخروا من الأنبياء اللي قبلهم، سخروا من الأنبياء التانيين، سخروا من الديانات الأخرى اللي هم بيعتبروها ديانات وثنية بقى أو ديانات غلط أو فيها أي مشكلة. ما عادش يقول إنما المشركون نجس، المشركون يعني بيعبدوا آلهة تانية. أنت بتسخر من الناس وبتشتمهم، ومش عايز حد يسخر من إلهك ويشتمك. أنا كنبي من حقي إن أنا أسخر من الأنبياء التانيين اللي أنا شايفهم فسكونيا أي كلام، شايفهم أنبياء كذابين. من حقي كنبي إن أنا أعمل كده، لأن الأنبياء بتوعك برضو عملوا كده، سخروا من ناس تانية وسخروا من عبادات تانية وسخروا من أديان تانية وسخروا من آلهة تانية، وحدث ولا حرج. الكتب القديمة الإبراهيمية كلها سخرية وعداوة لأصحاب الديانات الأخرى. فعايز تعمل أنت العداوة دي كلها وتسخر من الناس ومحدش يسخر منك؟ أي حق ذلك؟ يعني لو عايز تمنع السخرية من إلهك خبيه، أو شيل كل السخرية اللي موجودة في دينك، شيل كل العداء اللي موجود في دينك. الامور الشخصيه تظهر النبوه. ايه بقى الامور الشخصيه؟ لا بقى قوه 30 راجل في الجماع يتسابقون على نخامته، يتسابقون على ايه القرف ده؟ احنا مالنا؟ ده ايه دليل صحه النبوه فيه ان واحد يبقى قوه 30؟ اولا انت عرفت منين هو قوه 30 راجل؟ انت كنت واقف تتفرج عليه هو 30 راجل؟ اي واحد من اللي بيدعوا الكلام ده كان واقف بيتفرج عليه شايفه هو 30 راجل ولا لا؟ اللي كان بيحكي ده ان هو كان بيطوف على النساء في ليلة واحدة، هو كان بيدخل معهم قط انهم يشوفهم؟ اللي كتب الكلام ده كتبه بناء على ايه؟ حتى لو واحدة منهم حكت، هي الواحدة دي كانت معاه بقية القوض، كانت شايفاه بينط على بيت النسوان ازاي وبيعمل ايه؟ غسل واحد ومش ايه القرف ده؟ ده تسابقوا على نخامته، ده شيء قذر جدا. دي دليل نبوة؟ ده دليل ان دول شوية معفنين، ناس معفنة عايزين نخامة واحد، متخيلين ان هي حاجة مقدسة. فانا كنبي من حقي اسخر من الكلام ده؟ انا كنبي جلدة الحنفية، الاله جلدة الحنفية امرني ان انا ما حدش يجي ناحية سوائل جسمي، السوائل المخرجة من جسمي، حدش يجي ناحيتها، دي السوائل بتاعتي انا، حد ياخد نخامتي ليه؟ فكرة بقى ان هم الصحابة ماتوا من اجل هذه العقيدة، ده اكبر فكرة مضحكة. انا الصحابة بتوعي، انا الاله بتاعي جلدة الحنفية امرني ان الناس ما تموتش من اجل هذه الفكرة، لان هي في الاخر فكرة. لكن الصحابة اللي ماتوا من اجل الاله جلدة الاله العقيدة الإسلامية فين بقى لمؤاخذة؟ الصحابة اللي ماتوا دول ماتوا عشان الشيعة كانوا بيحاربوا السنة، أنصار علي بيحاربوا مش عارف، وكلهم صحابة وقطعوا بعض وموتوا بعض. يعني أنهي فكرة؟ طب دي بقى اللي كانت فكرتهم صح ولا دي؟ مع إن كلهم مبشرين بالجنة وكلهم صحابة وكلهم رضوان الله عليهم، يعني مفيش واحد منهم مثلا اللي اتقتل ما كانش غلط واللي قتل كان صح، ولا العكس.
الاثنين رضوان الله عليهم، لكن واحد قتل الثاني. فين بقى دليل النبوة؟ ما هو الاثنين مؤمنين بنفس النبي وقطعوا بعض. فين انت انهي دليل النبوة؟ انا كنبي لا، انا ما حدش يموت عشان الفكرة بتاعتي ولا حد يموت عشان الدين بتاعي. يموت ليه؟ الناقصة بقى، الناقصة دي بقى كارثة كبيرة جدا. الشيخ ابو كلابه بيقول لنا ايه؟ المعجزات ساعات كانت بتظهر وساعات ما بتظهرش. ما قالش كده في القرآن ليه؟ اللي قاله في القرآن ايه؟ وما انا الا بشر رسول. خلاص كده انا بشر ما بعرفش اعمل معجزات. وقال له وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. يعني هو قال له في القرآن حته ونسي يقول الثانيه؟ ما قالوش ليه؟ الا في حالات معينه مثلا وهبقى اعمل لك فيها معجزات. الا عشان خاطر الفتنه زي ما انت قلت. الكلام ده انت جايبه منين؟ طب ما انا عملت معجزات وبرضه ما بعملش معجزات. طب ايه الفرق بينه وبيني؟ معجزه انشقاق القمر شافوها ناسا بعد 1400 سنه. ايه الدليل اولا؟ يعني عايزين دليل من ناسا. وبعدين برجع بعد ما يقول لك ناسا يرجع يقول لك احنا اصلا مش محتاجين لا ناسا ولا امريكا. هو انت بتستشهد بيهم ولا مش بتستشهد بيهم؟ يهموك ولا ما يهموكش؟ طب ما هيهموك. يبقى الهدف من المعجزه اللي حصلت من 1400 سنه ان احنا نشوفها بعد 1400 سنه؟ اللي هو ايه ده يعني؟ وانشقاق ايه؟ وفين الدليل؟ وايه الهدف منها دلوقتي؟ يعني معجزه حصلت من 1400 سنه احنا نؤمن بيها دلوقتي؟ طب ما عايزين نشوفها دلوقتي. ما تخلي واحد من ادواره يعملها لنا دلوقتي. كانت اتصورت ساعتها. مين شافها في عصره اصلا؟ ايه الهدف من المعجزه؟ اشرح لنا يا شيخ ابو كليبه ايه الهدف من المعجزه؟ انا لما عملت المعجزات بتاعتي دي ومحدش شافها. انا حر، انا كرسول انا حر، انا بعمل معجزات، لكن مين اللي شافها؟ محدش شاف. انا عملتها كده. ايه الفرق بينها وبين المعجزات بتاعه الرسول بتاعك اللي عملها ومحدش شافها برضو؟ واترك لكم اللقط. شكرا نبيل جلده. الان يا شيخ ابو كليبه، نبيل جلده يشكك في المصادر التي جاءت الينا بهذه المعجزات، فانت في موقف صعب. اعتقد ازاي نضمن ان المعجزات دي اتنقلت لنا بصورة صحيحة؟ ده السؤال. تفضل يا شيخنا. كما تشاهدون يا إخوة، كما تسمعون، أخذ هذا المناظري أخذ أكثر من وقته، لكن لم يتدخل المسير لأنه أعجبه كلام الكفر، وهو منافق يرتاح لهذا الكلام ويريد أن يسهره ويعطيه من الوقت الكثير. لكن أنا سيقتطع من مداخلتي مرة أخرى، لكن لا بأس إن شاء الله. فنناظر إن شاء الله ونحتسب. أولا مسألة السخرية، يقول أننا أن القرآن أن الله عز وجل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، والعلماء عموما علماء الإسلام يسخرون من الكفر ويسخرون من الكفار. أي نعم، نسخر من الكفر والكفار، وما العيب في ذلك؟ نحن نسخر من هذا الكفر. فالله عز وجل ممكن أن يقتل هؤلاء الكفار وممكن أن يسخر من هذا الكفر لأنه كفر. السخرية من الكفر لأنه كفر ويستحق ذلك، بل نضحك من الكفار ونسخر من كفرهم ولا بأس في ذلك ولا حرج. ومن وجد في قلبه حرج من ذلك فوالله يشك في إيمانه وفي قلبه مرض، ويجب أن يتوب إلى الله عز وجل. الحق حق والباطل باطل، والأمور بينة إن شاء الله. ثم يضحك من النخامة ويتقزز منها، ونسي أن النخامة فيها إعجاز. يعني سبحان الله، الله عز وجل في القرآن كما تعلمون إخوتي أنه يذكر مثلا يذكر كيف سخر الكفار من البعوضة، ثم يعطيها مثالا ويعطي فيها إعجاز. فهناك أمور بسيطة يكون فيها إعجاز، وسأظهر لكم إن شاء الله كيف يوجد إعجاز في النخامة. هناك حديث لا يعرفه إلا أهل العلم والباحثون إن شاء الله، حديث معروف لكنه لا يعرفه العوام. حديث لصحابي جليل كانت عنده عقدة في لسانه، يتكلم شبيه بهذا المتكلم الآن، واللسان هو أعجمي بعض الشيء، فعنده عقدة مثل موسى عليه السلام. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تفل في لسانه. عندما تفل في لسانه حلت هذه العقدة، هذا إعجاز. ثم يأتي هذا
والله حتى الأسماء لا يستحقها، حتى لو قلت له خبيث فأنا أمدحه. هذا اللشيء، هذا النكرة، يقول أن النخامة مقززة. طيب قل لنا الآن بإعجاز بنخامتك العفنة، قم بإعجاز، اجفل الآن في لسان هذا المسير جليبي، ولنسمع الآن أن عنده مشكلة في لسانه حلت. طبعا لا يستطيع، لا يستطيع. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي استطاع ذلك، بل هناك من شرب بول الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي تظنه أنه مقصص وأنه شيء بسيط، يظهر الله عز وجل عجائبه ومعجزاته في أبسط الأمور. ثم ينتقد ويقول أن الصحابة اقتتلوا فيهم بينهم البعض، بعضهم البعض، وقتل بعضهم بعضا. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك؟ لم يأمر بذلك، بل تنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ستكون خلافات بين الصحابة، وهذا من الإعجاز مرة أخرى. سبحان الله، والله هذا الشخص أي شبهة يلقيها تتحول إلى إعجاز، تتحول إلى إعجاز، فيظهر حق هذا الدين ويظهر. 30 سنة سمحت الإمام. طبعا أعلم ذلك، أعلم ذلك، والله يضيع وقتي وعندما أسترسل في الأمور وأبين، وعندما يحس بالألم، والله يحس بالألم، فينطق هذه الكليمات 30 ثانية، وأنا أحسب الوقت، والله عندي ساعة الآن وأحسب الوقت، تكلمت 2:40. ثم يقول تكلمون عن النخامة وتكلمون عن كذا وكذا وأشياء مقرفة ومقززة. هذا يا أخي غيظ من فيض، غيظ من فيض، بل لو ذكرنا المعجزات كلها لاحتجنا إلى أيام وشهور وسنوات وعقود ربما وقرون لا تنتهي معجزاته. فهذا غيظ من فيض، وفي المداخلة القادمة إن شاء الله سأخصصها لذكر معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا. وحتى والله أحيانا أتخيل لو كان الرسول الآن معنا اليوم، لو كان الرسول معنا اليوم، والله لكان عنده من الفيوز على الفيسبوك وعلى الإنستغرام وعلى اليوتيوب، لكان عنده الملايين والملايير إن شاء الله. ولو كانت نخامته تباع على الأمازون وتباع، بل ربما تفيدنا الآن في هذه الجائحة، ربما أخرجنا منها لقاح. لكن هذا الخبيث لا يعلم ذلك، ويسمع نخامة فيظن أنها نخامة أي شخص عادي. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عاديا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان نبي هذه الأمة، خير البشر، خير الأنبياء، هو الشفيع يوم القيامة. فلا تتكلم عن شخص مثل هذا كما تتكلم عن أصدقائك أو عن نفسك وروحك العفينة. شكرا سماحة الإمام، أنت فعلا خدت 2:40 فقط، أسفين خدت 2:40 زيادة، آسف. طيب، نبي جلدة الحنفية يقول فضيلة الإمام أنه من حق المسلم أن يسخر لأنه على دين الحق، والحق له أن يسخر من الباطل. ثم ذكر الإعجاز العلمي في النخابة وفي بول الرسول، أنت لم تذكر الإعجاز العلمي في البول. طيب أخيرا قال سماحة الإمام أنه النبي تنبأ بما يحدث، بما حدث بين الصحابة ووقوع الخلافات في الوقت الذي نعلم فيه أن القرآن تنبأ بعكس ذلك، فيقول ربنا في محكم التنزيل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فيشهد القرآن لهم بأنهم يرحمون بعضهم بعضا وقد قطعوا رؤوس بعضا بالسيوف. تفضل يا نبي الجلد، ردك ايه؟ اناظر المناظر واناظر المسير. انا اصحبك يا فضيلة الامام، هدى اعصابك يا فضيلة الامام، ده انت قلت كلام ضرر. السخرية من الكفر ده مباح، والحق وحق وان يتق. حلو، انت عرفت منين بقى ان هو ده الحق؟ ما احنا جايين النهارده نتناظر عشان نعرف انت عرفت منين ده الحق، ما قلتلناش اي حاجه خالص، قاعد تحكي لنا نفس الكلام، ما جبتلناش دليل واحد. في عيل جه للرسول في عقده في لسانه فتف في بقه، العقده اتحلت. مين شاف الكلام ده؟ ايه الدليل عليه ان انت بتحكي لنا ده دليل؟ طب ما كل الاديان فيها كده، ما انا عندي كده، انا كرسول انا عملت المعجزه دي برضو، عملتها انا، عملتها برضو، وهيحكوها عندي الصحابه. يعني هيجي الصحابه بعد كده يقولوا لك ان الرسول تف في بق عيل
انا ما بعملش القرف ده يعني، بس ايه لمسته مثلا ولا حاجه ولسانه اتفك، فين الدليل بتاعك؟ ما احنا جايين نتناظر عشان كده، عشان نعرف انت عرفت منين ان هو ده الحق؟ مين قال لك؟ ولا انت عشان معتقد انك ان هو معتقد ان هو ده الحق فهو ده الحق؟ طب ما كل الاديان بتفكر من نفس الطريقه، المسيحي بيفكر ان هو على حق، والهندوسي بيفكر ان هو على حق، والبوذي بيفكر ان هو على حق، وانا كرسول جلدة الحنفيه انا على حق. انت بقى ايه الفرق؟ احنا جايين نتناظر في الفرق عشان تعرف الناس ايه الدليل القاطع الساطع اللي محدش يقدر يفنده ان هو رسول الاسلام هو ده الحق الوحيد، قبل ما تدي لنفسك الحق انك تسخر من اديان الناس وتطلب منهم ان هم ما يسخروش من دينك. الحاجة التانية، حاجات بقى النخامة والبول والقرف، هو ايه القرف ده؟ ليه الافرازات دي يعني؟ يعني انا عشان ابقى رسول وتبقى رسالتي صح لازم كل السوائل اللي بتطلع من جسمي والافرازات تبقى حاجات مفيدة؟ ما ينفعش اقول للناس مثلا، هل دكتور سالك مثلا لما عمل لنا التطعيم بتاع البوليو كان مطلعه من افرازات جسمه؟ كان عرقان فيه ولا تافف فيه ولا نافف فيه؟ ما يعرفش يعمل لنا حاجة من غير الافرازات والقرف؟ لازم نقعد نشوف افرازات. طب على فكرة بقى بولس كان الناس بياخدوا عنه عصائب الحاجات اللي بيربطها على دماغه ويحطوها على الناس فيطلع منهم الشياطين ويبرأوا من الامراض، ما برضه كان فيها عرق وقرفه؟ هو دايما لازم يبقى فيه عرق وافرازات في هذه الاديان؟ ما ينفعش يعني ان احنا نعمل حاجه من غير القرف ده؟ انا بعمل معجزات وبخفف ناس من غير افرازات ولا اي حاجه، فمين فينا حقه ان يتبع؟ ان واحد انا هعمل له معجزه، لو تخيل معايا انت جاي لي عشان اعمل لك معجزه، وجاي لواحد تاني برضه ايه بيعمل نفس المعجزه، واحد منهم عرض عليك ان هو هيعمل لك معجزه بطريقه معينه من غير ما يعمل لك حاجه مقرفه، والتاني عايز يتف في بقك، انت هتقبل المعجزه من مين؟ طالما النتيجه واحده، يبقى ليه لازم القرف؟ انت اثرت بقى نقطه مهمه جدا، حكايه ان هو تنبأ دي خليها على جنب دلوقتي معلش، ان لو كان الرسول معانا في هذه الايام لكان ليه ملايين ومليارات المتابعين على، طب هو ليه مش معانا في هذه الايام؟ ليه ارسل الرسول في هذا الزمن بالذات اللي لا فيه كاميرا ولا فيه تسجيل ولا فيه اي حاجه خالص؟ مجموعه بلهاء حمقى قاعدين في الصحراء، اجدع حاجه عندهم المعزه، المعزه والخيمه ده اكتر حاجه توصلوا لها. ليه ارسل اله الاسلام هذا الرسول في هذا العصر بقى بالذات وفي هذا المكان؟ ليه ما ارسلوش في اليومين بتوعنا دول عشان يبقى فيه كاميرا وفيسبوك وليه متابعين والناس تشوفه وتتقابل معاه وحاجاته تتسجل، بدل ما نقعد نتخانق مع بعض بعد 1400 سنه هو قال كده ولا ما قالش، ويطلع بقى علم الرجال ولا حديث؟ كان كل الكلام ده مش هنبقى محتاجينه، هيبقى كل احاديثه مسجله عندنا. انا كرسول، انا الاله جلد الحنفيه انعم عليا بهذه النعمه، كل احاديثي مسجله، مش محتاج اي حد من الصحابه والتابعين يتخانقوا على احاديثي ولا اقول لك هو قال كده ولا لا، نجيب الفيديو اهو بيقول كده اهو، بس بسيطه يعني. ليه ما ارسلوش في هذا العصر؟ ليه ارسلوا من 1400 سنه؟ ده نقطه مهمه جدا. نبوه مين فينا اللي اوضح؟ نبوتي انا طبعا، لان انا قدامك اهو صوت وصوره، انت شايفني وسامعني. بعد 100 سنه تقدر تطلع الفيديو وتشوفه، بعد 1400 سنه تقدر تطلع الفيديو وتشوفه ومسجل صوت وصوره وتشوف انا قلت ايه بالظبط وما نتخانقش عليه. هو بقى تنبأ ان الصحابه سيكون بينهم خلافات، فين تنبأ فين؟ اذا كان زي ما قال ابينا الاسقف الانبا جليبيب ان القران نفسه بيقول ان هم كلهم عدول، كلهم روح اشداء على الكفار رحماء فيما بينهم، يبقى فين تنبأ؟ وبعدين هو موضوع التنبؤ صعب يعني، يعني انا دلوقتي النهارده لو انا محاط بمجموعه من الحمقى اللي زي دول، ما انا شايفهم وعارف مين ما بيحبش مين ومين هيتخانق مع مين، مش محتاجه تنبؤ يعني. انت لو ليك شله اصحابك فيهم 10 اكيد عارف ان في واحد فيهم ما بيحبش ده، واضحه قدامك ما بيحبوش، ما بيستثقل دمه، كل شله فيها كده اتنين ما فمش صعب ان انا اقول ان ده وده في يوم من الايام هيتحصل بينهم مشكله، مش صعبه يعني. تنبأ 30 ثانيه يا نبينا. وفي الاخر بقى ايه النتيجه؟ سواء بقى تنبأ ولا ما تنبأش، اللي اتبعوا الكلام ده عملوا ايه في الاخر؟ الصحابه العدول دول اللي احنا بناخد منهم القران والسنه والاحاديث والكلام ده، عم قطعوا بعض. دي ناس ينفع يتاخد منهم حاجه؟ دي ناس ينفع يتاخد واحد بيقتل واحد تاني في نفس الدين عشان خاطر الحكم ولا عشان خاطر اي حاجه؟ ده ينفع تاخد منه كلمه؟ ينفع يبقى ده قدوه ليك؟ طب لو هو لو قدوه ليك ما بقاش قدوه ليه لبقيه الناس في الوقت ده وما قتلش واحد تاني بيؤمن بنفس الدين والمفروض ان هو كان صاحبه؟ انتوا بتفكروا؟ اقول قولي هذا، استغفر جدا لكم، اتفضلوا. شكرا نبي الجلدة. سماحة الامام، وما التاريخ ان فكرت الا رياض تجتني منها ثمارا، تنادي مطارة فيها ملوكا واخرى سادة علما كبارا،
يحيطك خبر الأولين علما ولا يألوك نصحا وادكارا ترى فيه البلاد وساكنيها كأنك حاضر معهم جهارة. وعلى الرغم من ذلك يشكك نبي جلدة الحنفية في مدى مصداقية كتب السير والتاريخ والصحاح. دي أول حاجة. وتاني حاجة نبي جلدة الحنفية يشكك في الصحابة، وكما نعلم سماحة الإمام أن كل الصحابة عدول كمل وما جرى من حربهم مؤول. لك اللاقط خمس دقائق، تفضل سماحة الإمام. لا إله إلا الله. طبعا سيقتطع المسير هذا الوقت من وقتي، أنا أعلم ذلك. تكلم هذا الأبطال المضل الجاهل الجهول المجهال الأعمى الذي يقود عميانا، تكلم ساعة لم يأتي بدليل واحد، ساعة، وأنا أعطيته من الدلائل والله أعطيته غيظا من فيض، بل هي كثيرة ويصعب حصرها. تكلم ساعة لم يأتي بدليل، يشك فقط، شك، مسألة شك وعناد، وهم يعرفون الحق، يعرفون الحق، لكن باعوا دينهم بدنياهم. أقول له ردا على كلامي، كيف للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون في هذا الوقت ويأتي بالمعجزات في هذا العصر الذي فيه تتحقق المعجزات؟ كيف يفعل ذلك؟ المعجزة أن يأتي في وقت ليس فيه علم وليس فيه معجزات ثم يذكر المعجزات وتتحقق هذه المعجزات. هذه هي المعجزة. هذا النبي الأمي الذي لم يدرس في أكسفورد ولم يدرس في هارفارد ولم يدرس في جامعات المرموقة العالمية ثم يعطينا المعجزات، هذه هي المعجزة. نبي أمي في صحراء وفي البيداء ثم يأتي بخوارق الأمور، هذه هي المعجزة. وليس أن يأتي اليوم لابس اللي قرفطة هكذا ويستعمل جوجل ويستعمل اليوتيوب ويستعمل الويكيبيديا ثم يقول لك هذه معجزة. طبعا ليست معجزة، هذا ما تفعله أنت. لو كنت بدويا صحراويا عاش في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان لك إلا النخامة والبول وهذه الأمور التي أنت تشمئز منها الآن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج من هذه الأشياء البسيطة المخرفة بالنسبة لك، أخرج منها العلوم وأخرج منها خوارق الأمور التي حيرت العلم والعلماء. سأذكر إخوتي ببعض المعجزات وكي أبين لهذا الخبيث أن حتى البراز فيه إعجاز، فهو الآن يستاء من النخامة ويستاء من البول، سأقول له حتى البراز فيه إعجاز. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان مع الصحابة ووصلوا لشاطئ، شاطئ كبير ليس فيه حوادث ليس فيه موانع بل هو أفيح يعني بيداء خلاء، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم تبرز، فكيف يتعرى أمام الصحابة ويتبرز؟ طبعا الأمر لا يستقيم، فوجد نخلتين أو شجرتين فأمرهما الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي معه. فالصحابة الآن يشاهدون الشجرتين الآن تمشيان وراء الرسول صلى الله عليه وسلم كالكلاب منصاعتين للرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذهما الرسول وذهب بهما إلى مكان بعيد ثم أمرهما فالتصقا، التصقتا ثم تبرز الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أمرهما بالعودة إلى مكانهما. أليس هذا إعجاز؟ أليس هذا إعجاز؟ وهذا اللعين الخبيث الفاسق الزنديق العربيد كان ليتبرز في العراء ولظهرت مؤخرته للعالم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل نخلتين أو شجرتين وحمتاه من أن يظهر عاريا أمام الصحابة. يقول أن الصحابة كانوا من المجانين وكان بعضهم له حسابات وله مشاكل مع شخص آخر، وهكذا تنبأ الرسول. طبعا هو تشكيك في الأمر. أسأل هذا وهو لا يجيب على أسئلتي كما لاحظتم، لكن لا يهمني الأمر، ما يهمني هو الإخوة الذين يشاهدون الآن وضعاف القلوب. سألته أسئلة كثيرة لم يجيب على أي واحدة منها، لكن سؤالي الآن له مرة أخرى. 30 سنة يا سمحت الإمام. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله دائما في الوقت المناسب له. كيف لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يزوج بنته الصغيرة ابنة 6 سنوات
يزوجها للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكثر من 50 سنة، كيف ذلك؟ والله لا يمكن، يعني منطقيا، وأنتم تؤمنون بالمنطق والعقل والعلم، منطقيا لا يمكن. فكيف قبل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يفعل ذلك؟ قبل ذلك لأنه رأى النبوة، لأنه رأى دلائل النبوة، ومن أجل هذه الدلائل قدم بنته الصغيرة، بنت 6 سنوات، قدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان ليفعل ذلك لو لم يكن الرسول نبيا. نبي جلدة الحنفية. طب هي دي آخر المداخلتين، فخلينا نتفق، هل يبقوا 5 دقايق ولا 10 دقايق كل مداخلة؟ والله حتى لو أخذ ساعة وساعتين وثلاث وأربع لن يأتي بجديد، بل سيكون والله أصبح نكتة الآن في هذا المباشر. نبي جلدة 5 دقايق ولا 10؟ 5 دقايق وخمس دقايق وبعدين نعمل مداخلتين. تمام، دي المداخلة الختامية، دي آخر مداخلة ليك يا نبي الجلدة في المناظرة، وبعد كده يرد عليك سماحة الإمام أبو كليبة مع 5 دقايق. اتفضل. طيب توكلنا على الجلدة. أبو كليبة طول المناظرة يا إخواني زي ما أنتم شايفين أعطيته من الدلائل، إيه الدلائل؟ بيحكي لنا قصص. يا عم فين الدليل؟ أصل هو مش عارف راح يشخ فين وحصل له إيه. طب فين الدليل؟ عشان واحد كتب لك كده في كتاب أداة دليل، الكلام ده متصور مثلا؟ يعني احنا نعرف منين الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ ما انا في كلام كتير مكتوب عني، انت تعرف منين هو حصل ولا ما حصلش؟ انا في كلام مكتوب عني انا ما اعرفوش اصلا، انا كرسول جلدة الحنفية في كلام مكتوب عني انا ما سمعتوه، ما اعرفوش، ما حصلش معايا. انا تعرف منين ده حصل ولا ما حصلش؟ انت دليلك فين؟ اعطيتوه من الادله للقصص؟ انت بتحكي لنا قصص؟ هم عارفين الحق وبس مش عايزين يتبعوه. الكلام ده ليك انت، انت عارف ان جلدة الحنفية حق، انت بس مش عايز تتبعه. انت لو صفيت قلبك وطلبت جلدة الحنفية بكل خشوع وتواضع، جلدة الحنفية يظهر لك نفسه. انت اللي معاند، انت اللي عارف ان جلدة الحنفية حق، لكن انت عمال تلف وتدور عشان خاطر انت كبريائك مش سامح لك. نفس الكلام ينطبق عليك. المعجزة بقى، دليل المعجزات ايه؟ ان الكلام ده حصل في وقت ما فيهوش معجزات. ايه هو بقى الكلام اللي حصل؟ الكلام اللي حصل ان هو تبول عند ناس وراح شخ في حتة، فمش عارف جات شجرتين عملوا له. انا دليلي النهارده في سنه، في القرن الواحد وعشرين، في سنه 2020، ان واحد كان بيشخ. الكلام ده ينطبق على اي حاجه. يعني انا على فكره انا مش محتاج ان انا اروح اجيب شجرتين يضللوا عليا، انا عندي حمام لمؤاخذه بشخ فيه، انا كرسول عندي حمام محترم. يعني ليه الاله ده لما قرر ان هو يبعت رسول، جايب رسول في الصحراء بيقعد يشخ ويجيب شجرتين؟ دليلنا النهارده على النبوه اللي انت هتسلم ليه حياتك وتتبع مبادئه، وقد تفقد حياتك زي ما في ناس بتفقد حياتها بسبب هذا الفكر، ويروح يتقتل ولا يطلع دين امه ولا يفجر ناس ولا يعمل حاجه، ان كان في واحد بيشخ. هل الاله ده تافه للدرجه دي؟ الدليل ان هو راح يشخ فجت شجرتين ضللوا عليه، خلاص مفيش ادله تاني خالص. هو ده كل ما اعتى ما انتجه هذا الاله، انه عامل معجزه شخاخ، اصله كان بيشخ وجت شجرتين. مفيش حاجه محترمه، مفيش حاجه كبيره، مفيش قصه حلوه نحكيها، مفيش حاجه فيها عبره، مفيش حاجه كويسه هو عملها نفعته ونفعت باقي الناس اللي حواليه. معجزته ان هو راح يشخ فجت شجرتين مشي وراه ولا ايه ده؟ ايه الهدف من المعجزه دي؟ ايه النفع بتاعها؟ مفيش. يعني العلماء اللي احنا بنعتبرهمش انبياء عاملين حاجه احنا بنستفيد بيها اليومين دول، الاجيال اللي جايه كلها هتستفيد منها. الحاجه اللي اتعملت سنه 1950 النهارده بنستفيد منها برضه. انما واحد كان بيشخ، ده ايه ده؟ اله السماء سخر كل قواه عشان يثبت لنا نبوة واحد، ان في رجع الشجرة مشيت وراه عشان يروح يشخ. بس كده دليل الشخاخ؟ هو ده دليل النبوة؟ ان هو كان بيشخ؟ ده حاجة غريبة جدا. في الاخر بقى ابو بكر يديله بنته ليه؟ عشان راجل مختل. راجل مختل بيجوز بنته وعندها 6 سنين. سواء بقى النبي ولا الاله، حتى في بنت عندها 6 سنين بتتجوز. ابو بكر عمل كده ليه؟ عشان راجل مختل، عشان شويه معتيه، بس كده مفيش اي حاجه تاني. وبعدين الناس في العصر ده ما كانوا بيعملوا نفس القرف ده؟ لحد النهارده في الارياف البنات بتتجوز 9 سنين و10 سنين، بيتجوزوا انبياء برضو ولا اخبارهم ايه في الموضوع ده؟ يعني ده برضو معناه ان هم بيتجوزوا بناتهم لانبياء؟ اللي بيتجوز بنته عندها 10 سنين ولا 11 سنه بيتجوزها للنبي برضو ولا ايه؟ يعني هو ده كده دليل؟ ده يعني ده ما يدلكش على ان الراجل ده ابو بكر ده كان راجل مختل اساسا او معاق ذهنيا عشان يجوز بنته لواحد ادبوها؟
يطلع نبي ولا يطلع زفت؟ والنبي محتاج ليه يتجوز بنت عندها 6 سنين اصلا؟ ما حاجة النبي ان هو يتجوز عن بنت عندها 6 سنين وهي يدخل بيها وهي عندها 9 سنين؟ ايه حاجته ليها؟ هل مش لاقي؟ مش 30 لاقي ثانية يا نبينا. انا في اخر 30 ثانية يعني كفاية كده يعني، يعني ضرب في ابي كليبة، لان ابي كليبة اتضرب كتير جدا وهو يظهر جهله، كل شوية بيظهر جهله اكتر. وقعت ادلته حكاوي القهاوي، قاعد يحكي لنا في قصص ويحكي لنا في حاجات، وقعت حكاوي ايه؟ الشخاخ ده كده اللي هو ده دليل النبوة، او بنت اتجوزت عندها 6 سنين. فين بقية الادلة؟ فين الادلة اصلا؟ فين اي حاجة؟ طب ايه اللي يفرق الراجل ده عني؟ بالعكس انا افضل منه بكتير، انا موجود في عصر متصور، انا موجود في عصر عندي حمام، مش قاعد في الصحراء بحك ب3 زلطات. الاله اللي بعت واحد امي يقول لك بيفتخر ان هو نبي امي في الصحراء، انت كاله تبعت واحد بصمجي ليه؟ خلاص خلصت الناس في الدنيا، خلصوا العلماء، خلصوا الناس اللي بتفهم، في الاخر ما لقيتش غير واحد بصمجي. ده كده ده اله بيفهم؟ في الاخر راح اجيب واحد امي ما بيعرفش يقرا ويكتب عشان يعمل ايه؟ عشان يبعت معجزات. ايه هي المعجزات؟ ان هو تنبأ بايه؟ تنبأ ان في شوية ناس هيتخانقوا مع بعض. ايه الحاجة اللي هو تنبأ بيها؟ تنبأ ان الفرس والروم بيتحاربوا مع بعض، ما بيتحاربوا مع بعض بقالهم 200 سنة. كانوا واقعين في بعض وكل شوية ده يهزم وده يتهزم. عادي يعني، والموضوع كان رايح جاي. فين النبوة؟ ايه الحاجة اللي هو تنبأ بيها؟ وقال لنا خير القرون قرني، شوية المعفنين دول كانوا خير القرون. طب ليه ما تنبأ لناش بالانترنت، ولا تنبأ لنا بكورونا فايروس؟ قلت لنا ان هو ممكن كان نخامته يتعمل منها النهارده مصل للكورونا فايروس. قلت ما كان جه النهارده وعمل لنا، كان ساب لنا حاجه، حتى لو هو نبي فعلا ساب لنا حاجه نمشي وراها نقدر نعمل مصل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. شكرا. شكرا نبي الجلده. سماحه الامام نبي الجلده شكك في نبي الاسلام وفي صحابه نبي الاسلام وفي كل المعجزات الكونيه والتشريعيه، ولن نجد من هو أفضل منك ليرد على كل هذه التشكيكات. وكما قال الشاعر الأندلسي الشهير: يا أبا كليبة جئتك عاشقا بلا رملة وعلى جبيني وردة وكتاب. تفضل سماحة الإمام. ما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، والله كما لاحظتم يا أخوة أن حتى الكذاب مثل هذا المسيلمة يتطرف ويتشدد في دينه. فبدأ بداية يمكن أن نقول عنها أنها كانت سلمية ومسالمة نسبية، لكن الآن بدأ يظهر خبثه وحقده على هذه الأمة. فأنا أتمنى أن يقوم شخص مثل لوتر بإصلاح دينه وإصلاح كنيسته الحنفية. وهذا اللوتر لن يكون إلا سباكاً، سباك سيصلح دينه. فهذا يظهر قيمة هذا الدين الذي يحتاج سباكاً ليصلح دينه. حديثنا اليوم كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أبو كليبة السباك رجل صناعي وعنده صنعة، بيأكل عيش بعرق جبينه، مش قاطع طريق ولا صايع. كانت ايه الصحابه دول كانت وظيفتهم ايه؟ واللي ممكن تقول لنا واحد منهم كده كان عنده وظيفه محترمه؟ اخذته العزه بالاثم، هو لا يعرف عن الصحابه شيئا او يعلم فقط القليل. الصحابه كانوا نبراس هذه الامه، كانوا اشهر من النار على علم، وكانوا يقودون هذه الامه، امه المليارين. وانت عندك من التابعين والصحابة ربما هذا الوحيد اللي عندك هو هذا الجليبيب الذي يسير. تركك الجميع وهربوا مثل يسوع المحرف في الإناجيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان حديثنا عنه اليوم كان مؤثرا في القلوب، في الصدور. ولو كان بيننا اليوم لكان مؤثرا في المواقع، مواقع التواصل وفي القنوات الفضائية وفي الشبكة العنكبوتية. لكن الله عز وجل اختار هذا الزمان وهذا المكان وخصه بهذا النبي الكريم، وترك القرآن معجزة باقية إلى يوم القيامة إن شاء الله. فدعوني أذكركم بأمور حدثت حقيقة وليس كلاما، مثل هذا الكلام الذي
يتلفظ به هذا الكافر. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهو يقول أنها قصص بل هي شهادات حية حكاها الصحابة وتم تواترها ووصلت إلينا بطريق صحيح سندا ومثنى. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم سيصلي وكان خلفه الصحابة ثم أطال الركوع فتعجب الصحابة لماذا يطيل الركوع ثم يقوم من الركوع ثم يطيل الركوع مرة أخرى فتعجب الصحابة. فعندما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل الصحابة الرسول فقال سألوه لماذا تكعكعت لماذا تأخرت في الركوع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة قريبة جدا حتى تناول منها عنقودا. هذه أمور حقيقية يا إخوة. تناول منها عنقودا وقال لو أخذته يعني لو أخذه معه لأكل منه الناس ما بقيت الدنيا. عنقود يا إخوة من الجنة. ثم مرة أخرى كان يصوم فدخل عليه عفريت من الجن يعني يزعجه قليلا في صلاته فأخذه فكان سيربطه في سارية من سواري المسجد. فتذكر قول سليمان عليه السلام هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فتركه وذهب. ولو كان في زماننا اليوم لشاهدتم هذا الفيديو على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو على الإنستغرام. لكن الله عز وجل بهذه المعجزات وهذه الآيات يظهر المنافق ويظهر المؤمن. بكت النخلة نخلة كان صلى الله عليه وسلم يخطب بجانبها فعندما جاء نجار وصنع للرسول صلى الله عليه وسلم منبرا من خشب بكت النخلة وضمها الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأت تئن مثل أنين الأطفال. 30 ثانية سماحة الإمام. سبحان الله لا أدري ما الذي يحن لهذا القبيح الآن. من هل الجلدة تحن؟ هل الحنفية تحن؟ وربما يحن له السباك أنا أشك حتى فيه. لكن نترك هذه الأمور للأذكياء فهم يلاحظون الأمور ولهم من الذكاء ما يكفي لفهمها. أريد أن أختم بمعجزة وهذه معجزة حقيقية ولولاها ما كان النصر للمسلمين في موقع من المواقع في غزو من الغزوات معركة من المعارك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك صحابي اسمه عكاشة بن محصن. هذا الصحابي كان يجاهد في سبيل الله فسقط سيفه وانكسر أو شيء من هذا القبيل لا أذكر الرواية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه جدعا من حطب أعطاه يعني قطعة خشب فتحول هذا إلى سيف. والآن سبحان الله شباب هذه الأمة يشاهدون هذه المسلسلات مثل هذا المسلسل فيه تنين والله لا أذكر اسمه. هذا تنين كبير وفيه معجزات. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل أكثر من هذه المعجزات. يتكلمون عن شخص اسمه سينو أو شيء جون سينو الذي له سيف طويل ويحارب هذه الكائنات الغريبة. هذا الصحابي تحول جذع النخلة أو جذع من حطب تحول إلى سيف طويل كبير وحارب به هذا الصحابي حتى مات. ثم يأتي هذا الكويفر هذا المنافق ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن له معجزات. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأطلب أبو كلابة نسيت تقول لنا المعجزات بتاعت إن هو مش ساحر وإن هو مش شاعر والحاجات دي. نسيت تقول لنا وإن هو مش مجنون. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحمقا أو مجنونا أو مسحورا فكيف يتبعه اليوم أكثر من مليارين مسلم. هذا آخر ما عندي وآخر قولي. أسأل الله عز وجل المغفرة لمن يريد الهداية. أما هؤلاء فلا أريد لهم المغفرة ولا أريد لهم الهداية. والله هدفي هو أن أراهم إن شاء الله يوم القيامة وهم يعذبون وتقطع أشلاءهم وتغير جلودهم إلى ما لا نهاية إن شاء الله. هذا هو هدفي في الحياة.
إذن أعزائنا المشاهدين، انتهت المناظرة بختام أبو كليبة، والآن عندنا مداخلتين، مداخلة لنبي جلة الحنفية ومداخلة لسماحة الشيخ أبو كليبة بعيد عن موضوع المناظرة. تفضل نبي جلة. طيب شكرا لكم جميعا، شكرا لبينا اللوسكوف على إدارة المناظرة بحيادية كما أرى يعني، وشكرا الشيخ أبو كليبة على تلبية الدعوة والمناظرة، شكرا هشام بيه طبعا على القيام بهذا الدور، الدور أبي كليبة. أنا بحب أبو كليبة جدا والله. أنا لما ببقى قاعد متضايق كده وعايز أضحك بسمع الشيخ أبو كليبة، مش عارف يعني محتاجين إن احنا نوضح ولا خلاص الموضوع كده اتفاهم يعني. أنا كنت بتكلم مع هشام قبل الحلقة فبيقول لي لو احنا محتاجين نوضح يبقى الناس تقعد في الإسلام أحسن. لا نوضح ربما هناك بعض خصوصا الناس الذين لا يعرفون أبو كليبة. أنا حاولت طبعا في خلال المناظرة أن أظهر أحيانا أشياء يعني واضحة أنه أبو كليبة ليس كما يدعي، لكن توضيح جيد. أشكرك عزيزي جورج، وأشكر الإخوة الذين أداروا هذه المناظرة والتي تبين فيها قوة، تبينت قوة أبو كليبة وقوة حجة أبو كليبة، والآن أصبحت الآن مفضوحا. والله شكرا يا شامبي. أنا امبارح قعدت أدور كده شوية على شوية أدلة النبوة، فأنا فعلا الموضوع يعني محبط جدا. أنا لو أنا مسلم هبقى محبط جدا، إيه دليل النبوة؟ فتحت مواقع بقى إسلام ويب وعبد السلام ويب ومسيد ويب والحاجات دي كلها، صعب. ما فيش اي حاجه محبطه جدا. انا كنت بقول مين لوسكو في لمبه قليل امبارح، هو اللي مصدق الاسلام ده مصدقه ليه يعني؟ فين الدليل؟ ايه الدليل في الاخر؟ اصل القران ما حدش عارف يجيب زيه اصلا. نعم هو غالبا لا علاقه بال يعني ياتون بالقران وبانه انتشر الاسلام وان الناس تؤمن وان هناك اعجاز طبعا في القران، فهذا هو الدليل دائما. اما اذا يعني إذا حذفنا مسألة الإعجاز المتخيل عند المسلمين فيما يخص القرآن فلا يبقى شيء، تبقى مسألة مجرد ادعاءات ونبوءات أولت كما هو الحال في المسيحية وفي أديان أخرى، يعني لا يوجد أي فرق. حاجة محبطة جدا يعني. أنا بتعجب من الناس اللي هو أنا شفت الفترة اللي فاتت شوية عيال كده عاملين إيه، قامت هوجة كده كم صفحة من صفحات الفيسبوك واخدين مناظرة قديمة ليا، واللي هو بقى بيتريقوا، بس بيتريق على نفس الكلام اللي موجود في الدين يعني، هو نفس الكلام بالضبط اللي موجود في الإسلام بس هو بيتريق عليه. للإشارة أنا كنت عندي المداخلات صعبة لأنني كنت أضحك كثيرا عندما كنت أتكلم، كنت أضحك ثم عندما تنتهي المداخلة يقول أخونا جليبيب يقول 30 ثانية، أقول يجب أن أستعد نفسيا لأبو كليبة، لكن أنا كنت أضحك كثيرا بين المداخلات. جميل جدا. أتمنى أن هذه الفترة الكوميدية تكون يعني أدخلت بعض البهجة للمشاهدين شكرا عشان بينا ورتنا والله. شكرا، أنا أسعد عزيزي، وشكرا للمدير وجميع الناس اللي أشرفوا على المناظرة. شكرا. إذن شكرا نبي جلة الحنفية، وشكرا سماحة الإمام العلم العلامة الحبر البحر الفهامة سيدي ومولاي أبو كليبة، وشكرا للجندي المجهول دائما الشبح، تحياتنا ليكم، بالحب بالحب بالحب، سيروا بسلام، سلام الجلدة يكون معكم.